نعم، الصوت واضح. بدلت الاتصال بالإنترنت، أتمنى أنه الآن الأمور. بس إذا أمكن أنك تعيد لي خاصية المشاركة بعد إذنك، لأن الزر ذهب من عندي. شكرا شكرا كثير. السلام. الآن الآن أتمكن من المشاركة. فقط ثانية. أقوم بفتح العرض التقديمي. نعتذر على رداءة الإنترنت. إن شاء الله الآن يحمل، وإن شاء الله الأمور أفضل. طيب، أنا أعتذر على المشكلة التقنية، وشكرا لكل اللي تابعنا. كما كنت أتحدث عن الجمعية، أنا أسست في مطلع العام 2020، وهي تعنى بإثراء وتطوير المحتوى العربي. طبعا يمكن لأني أنا فاتح الملف من عندي، هو مش راضي يحمل، فالآن نعيد تحميله له كما مرة. أعذروني على الخطأ. وقت المداخلة إن شاء الله كافي، و إن شاء الله أنا أقوم يعني بتدارك الوقت. المعذرة، بس أنا مع إني عامل الأبلود بس إذا شفت الأبلود. طيب، إن شاء الله أنه يكون الأبلود صحيح، أو خيار آخر إذا كان في مشكلة ممكن أرسله لكم، لأنه أنا حاولت أعمل أبلود أكثر من مرة وفي مشكلة في يعطيني رسالة إيرور، فيل تو بروسيس دوكيومنت بليز أبلود بي دي إف إنستنت. شكله أنه ما يتيح خط غير تحميل بي دي إف. الظاهر هيك المشكلة. الظاهر هي المشكلة تحميل بي دي إف. طيب، ما في مشكلة، أنا حاول إني أكمل بشرح تبعي لحتى ما إنه نشوف مشكلة لموضوع البي دي إف هذا فايل. كما أسلفت، إحنا بدأنا في العمل في الجامعة الهاشمية في برنامج التعليم في بدايات عام 2015، وكانت البدايات في العادة صعبة، وكنا بدأنا ننتقل ونتحدث إلى الطلاب في القاعات الصفية بصورة عشوائية. كان السبب في ذلك إنه العمل الطلابي عادة حتى تصل إلى الجمهور المستهدف تحتاج إلى عمل طويل. طبعا إحنا بدأنا في العمل بصورة مبادرة طلابية داخل حرم الجامعة، ثم بعد ذلك في يوليو 2017 تحولنا إلى نادي طلابي داخل حرم الجامعة. والنوادي الطلابية أو نوادي الويكي هي نوع من العمل الويكيبيدي المنظم. يعني صار هناك لهذا النادي هيئة إدارية، وأصبح له ميزانية مرصودة من داخل الجامعة. وطبعا يعني العمل فيه أسهم بنقلة نوعية، حيث أنه خلال السبع أعوام الماضية ترجمنا أكثر من 2300 مقال، بلغت مشاهدة هذه المقالات حوالي تقريبا 20 مليون مشاهدة، وهو ضعف عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية، مما يدل على حجم التأثير. كما فاز النادي بجائزة مجمع اللغة العربية عن فئة المبادرة اللغوية، وهي من أبرز الجوائز في الأردن، وطبعا بالمركز الأول. كما أيضا في مطلع العام 2020 وبالتزامن مع جائحة كورونا، قمنا على استغلال وجود الناس في بيوتهم وتفرغهم إلى إثراء المحتوى،
فأطلقنا عدة فرص تطوعية نجم عنها ترجمة مقالات عن جائحة كورونا، وصلت مشاهدتها هذه المقالات وحدها إلى 300 ألف مشاهدة، وفزنا بجائزة التطوع الأردنية عن فئة المبادرة اللغوية يعني ضمن الفئة الكبرى طبعا، وبالمركز الأول من بين أكثر 120 فريق وجمعية. طبعا بعد العمل في الـ في الـ في الـ في الـ في النادي، طبعا بحكم تخرجي من الجامعة أصبح من الصعب بعض الشيء أنه الاستمرارية، فبحكم أنه الإنسان فقد الصفة الرسمية للتواجد داخل الحرم الجامعي، وعليه يعني صار من الصعب الإكمال في يعني في هذا المجال. فقررنا في إنشاء هذه الجمعية ومشينا بالسبل القانونية، و طبعا عملية التسجيل في الأردن تتم عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، تقوم على تقديم طلب إلى هذه الوزارة، ثم لاحقا يتم تصنيفك إلى الوزارة المختصة فيك، ونحن نعم تم تصنيفنا إلى وزارة الثقافة، حيث أن كما نقول دائما يعني ويكيبيديا has to do with education and culture كما يقولون باللغة الإنجليزية. فالمجال الأساسي لويكيبيديا هو الـ يعني الثقافة والتعليم، ومن هذا المنطلق يعني بدأنا العمل في الجمعية. وطبعا كما أسلفت أن الهدف من الجمعية هو أن جميع مجموعات المستخدمين تقريبا في الوطن العربي ليست مسجلة وليست حاصلة على الاعتراف من الدولة الخاصة بها، وهذا طبعا يعتبر تحدي بحد ذاته. فإذا ما يعني تطلعنا إلى واقع المستخدمين أو واقع خلينا نقول المجموعات المستخدمين، تلاحظ أن بالعادة المستخدم يقوم بالانتساب إلى المجموعة وبملء طلب عضوية، لكن الإشكالية تحصل بأنه بعد أن يقوم بهذا الأمر لا يعرف ماذا سيفعل بعد ذلك. يعني لا يوجد في أغلب المجموعات، ولا أريد التعميم المطلق، لكن في أغلب المجموعات فإنه لا يوجد يعني توجيه أو نوع من تقسيم الأدوار، فأغلب المستخدمين جد في المجموعات يشعرون بالضياع بشكل عام، وهذا الأمر ملحوظ، وهو واحد من المعوقات التي يعني تحد دون انتشار مجموعات المستخدمين. فعلى الرغم من أن المجموعات عددها كبير، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق يعني خلينا نقول الحمد لله فتح العرض التقديمي، قمت بتحويله إلى PDF. الظاهر كان المشكلة هو ما يقبلش باوربوينت. طبعا أنا عرفت بنفسي، وهذا سلايد تعريفي أعود عليه سريعا. أنا من أبرز المستخدمين أيضا بالمستخدمين في المجال الطبي. طبعا هذا تحدثت فيه عن النادي يعني أبرز المراحل التي مررنا بها ومبادرتنا، كيف أنها أسهمت في تقديم حل عملي للجامعة، بحيث أن الجامعة طبعا استطعنا تقليل الكلف الورقية، واستطعنا أن نجعل نحفظ وقت المدرس بشكل عام، وأن نوفر وسيلة لقياس المقررات الدراسية لاحقا. ربما استفادت منها كل الجامعات بصورة عامة، لأن المحتوى توجه حاليا في ظروف الجائحة إلى العمل عن بعد أونلاين، وهذا طبعا ما يعني أثبت جدواه مسبقا. فبعملنا على لوحة الأحداث والبرامج التابعة لمنصة التعليم، مشروع اللي هو ويكي إديوكيشن، ثبت لنا أن يمكن الاستعانة بمنصات أخرى لقياس مدى نشاط الطلبة بصورة عامة في داخل الجامعة. طبعا هنا إضاءة على النادي وبعض يعني أهدافه، وكيف عمل على ترسيخ ثقافة الاحتراف والتأليف والنشر، وطبعا أن تكون النصوص نحافظ على ملكيتها ونعيد صياغتها بلغتنا الأم. هنا في هذه الشريحة أبرز إنجازات النادي، حيث أننا عرجت على أننا وصلنا إلى 20 مليون مشاهدة وترجمنا أكثر من 2300 مقال، كما أننا توجد جهودنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية ومؤسسة الميديا كما ترون بصورة أدناه، مذكرة تفاهم بموجبها تم تخصيص ركن لويكيبيديا داخل مكتبة الجامعة،
وايضا تم اضافه ويكي سورس ويكي مصدر الى كشاف البحث ذاته المكتبه. وايضا قمنا بالتشبيك مع عدد من الجامعات في الاردن من ضمنها جامعه اربد الاهليه حتى تنتشر الفكره. وكما هو بالعاده كنا نقوم بتكريم الطلبه باعطائهم شهادات تطوعيه. طبعا انطلاقا واستمرارا لما قمنا به كما تحدثت بالنسبه الى الجمعيه، في منتصف العام 2020 امتد نشاط نادي يشمل منصه نحن الوطنيه، وهي منصه وطنيه تطوع الشباب تهدف الى تعزيز العمل التطوعي من خلال عمل مقالات على موقع ويكيبيديا. طبعا نحن نطلق فرص تطوعيه، وهذه الفرص تحسب على شكل ساعات وتفيد الطلبه للحصول على شهادات موثقه من المنصه تصدر عن الجهه المنطقه للفرصه، وهو في هذه الحاله النادي. وطبعا النادي كما كنت اريد ان انوه انه وقع ايضا اتفاقيات مذكرات تفاهم مع مؤسسه ولي العهد، وهي مؤسسه رائده في الاردن، في لديهم مبادره تسمى مبادره الضاد، اطلقها ولي اسمه ولي العهد بهدف اثراء المحتوى العربي الرقمي. وايضا لدينا شراكه وثيقه مع مجمع اللغه العربيه الاردني، ونقوم على اطلاق فرص تطوعيه معهم. طبعا كما تحدثت عن احصائيات المبادره، منصه نحن تتيح ايضا للطلبه، الكثير من الطلبه طبعا لديهم يعني يبحثون عن دراسيه، وعليه فانه الحصول على شهاده بعدد ساعات تطوع يكون داعما شديدا لحصولهم على هذه المنحه. ولذلك نجد تواجد ويعني شغف كبير بالانضمام للفرصه التطوعيه التي نطلقها، وقد اطلقنا ابتداء من العام الماضي يعني اكثر من 15 فرصه تطوعيه شهريه، وكل شهر يكون هناك فرصة تطوعية بموضوع مختلف. كما كان في السابق العرف الويكيبيديا هناك شيء يسمى أسبوع الويكي، فنحن نقوم بإطلاق شيء تحت مسمى شهر الويكي، وإن شاء الله لاحقا سنطرح هذا الأمر بصورة يعني أكثر رسمية في الميدان للحصول على التوافق من المجتمع، حتى يستطيع المجتمع أن يحدد ما هو ما هو الموضوع الذي خاص بالشهر. حاليا نحن نقوم بالتحديد كفريق إداري للنادي. بالطبع الجمعية كما تحدثت هذا شعارها كما هو متضح في الصورة. وطبعا الجمعية لديها عدد من الأهداف والغايات سأقوم بتسليط الضوء عليها سريعا. طبعا أهداف الجمعية بشكل عام هي خدمة القارئ العربي من خلال توفير محتوى عربي رقمي موثوق على صفحات موسوعة ويكيبيديا العربية. وأيضا من أهداف الجمعية أيضا العمل على التشبيك مع مبادرة ضاد، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، و ايضا رفع من سويه المحتوى العربي على شبكه الانترنت وتمثيل اللغه العربيه بالشكل اللائق بها. كما ايضا انها تسعى لتشكيل بيت خبره وطني يخدم جميع مؤسسات الدوله الاردنيه في مجال نشر الموسوعات الرقميه وبالاخص موسوعه ويكيبيديا العالميه، ويدعم جميع اشكال المبادرات اللغويه التطوعيه القائمه داخل المملكه تقنيا وخبراتيا، كما تهدف بصوره اساسيه لتعزيز الشراكه مع المؤسسات التعليميه والجامعات الرسميه بهدف توظيف المقرات الدراسيه في تحسين جوده المحتوى العربي على الانترنت باشراف اكاديمي علمي رصين. وبالطبع فان هذه الاهداف يعني تتماشى مع برنامج التعليم وتعمل على لتكون استمراريه له، فبطبيعه الحال الحصول على يعني تشبيك مع الجامعات وهي بيوت ومصانع الشباب وحيث يمكن استقطاب وخرق المزيد من الجدد في موسوعه ويكيبيديا هو عمل بالتاكيد هو في غايه الاهميه. بالطبع يعني إنجازات الجمعية تحدثت عنها، فهي كما أسلفت بالتعاون يعني ذراعها التنفيذي داخل الجامعة الهاشمية هو نادي المحتوى العربي على الإنترنت. فطبعا تمكنا من إطلاق فرص تطوعية مع مؤسسة ولي العهد، كما قمنا بزيارة لمستشارية شؤون العشائر لإطلاق مشروع يعنى بإطلاء وتطوير المحتوى الخاص بالبادية الأردنية. وبالطبع قمنا أيضا بزيارة مشروع الحوسبة الطبية حكيم، والتقينا بالمدير التنفيذي هذا المشروع بهدف العمل على إطراء المحتوى الصحي في الموسوعة. وطبعا شركة حكيم هي شركة النظام الصحي الموجود داخل كل محافظات المملكة، المستشفيات الحكومية يغطي هذا النظام ويحتوي على التاريخ المرضي لأغلب المرضى. طبعا ايضا قمنا بتوقيع اتفاقيات، فمنصه نحن والتي كنت قد خصصت شريحه الحديث عن الفرص التطوعيه معها، قمنا بتوقيع مذكره التفاهم معها تقتضي على ان نقوم بتوفير فرص تطوعيه شهريه وان نستمر بهذا العمل للسنوات القادمه. كما قمنا ايضا بتوقيع شراكه واتفاقيه مع منصه كندا للخط العربي، وهي منصه رائده في هذا المجال تهدف لاثراء وابراز بهاء وجماليه اللغه العربيه.
بالطبع يعني انا احب ان الان يعني انتهيت من الحديث المعد مسبقا، والان اريد في مداخلتي ان استغل الوقت لاتحدث بعمق عن اهميه هذا النوع من الشراكات، وكيف انه بالفعل ينتقل كما كان العنوان والانموذج انه ينتقل بالعمل من العشوائيه للتنظيم. فكنت قد استغرب كيف ان العمل الطلابي الذي قمت به تحول من عمل طلابي فردي الى نادي منظم، ثم اصبح هذا النادي شراكه. ونحن الان احب ان انوه اننا بصدد توقيع اتفاقيه مع الجامعه الهاشميه، اتفاقيه تكون بين الجمعيه وبين الجامعه، بحيث ان يكون النادي داخل الجامعه هو ذراع تنفيذي للجمعيه ويستمر العمل، فلا تموت الفكره بتخرجنا كهيئه اداريه للجامعه. وايضا نسعى طبعا ضمن خطتنا المستقبليه في الجمعيه للتشبيك مع كافه الجامعات الاردنيه، وبالطبع دعم جهود المتطوعين في ويكيبيديا داخل الاردن بصوره عامه وتوفير غطاء قانوني. واريد ان اشير قليلا في هذه النقطه. الجميع يعلم انه عندما تتلقى دعم مثلا على سبيل المثال لعقد مؤتمر مثل مؤتمر ويكي عربيه الذي نحن الان فيه، والذي اشكر القائمين عليه على هذا التنظيم الاكثر من رائع، وايضا اكرر اعتذاري من المتابعين على ردات الانترنت، حيث انا اسكن في قريه والاتصال بالانترنت يعني دوما كان تحدي. واذا احببتم هناك قصتي اصلا مع ويكيبيديا بدات من مشاكلي بالاتصال مع الانترنت. فاذا قراتم مدونه على موسوعه على مدونه مؤسسه ويكيميديا بعنوان ويكيبيديا صفر تساعد مصعب في الوصول الى المعرفه، فانا بدات باتصال مجاني الانترنت. وعلى اي حال شكرا لكل من تابع معنا وبقي معنا. كنت أحب أن أشير أن بخطتنا المستقبلية للسنوات القادمة نسعى طبعا لمؤسسة العمل عن طريق مذكرات تفاهم. فبذلنا نحن 7 سنوات بصورة شخصية بذلتها داخل الجامعة لتأسيس لبرنامج التعليم، ولا أريد أن يكون هذا العمل يعني يذهب في مهب الريح بمجرد أي تغيير إداري أو تغيير لوجستي أو تغيير في التعليمات أو إلى آخره. فقمنا على عمل ربط على ربط هذا الإنجاز ووضعه بصورة عقود. وكان الزميل أنس وأريد أن أشكره قد أشار إلى موضوع العمل التطوعي وربطه بعقود والتزامات من حيث الوقت ومن حيث التبعات المالية أيضا. فطبعا هذه المذكرات مكنتنا بأن نكون ثابتين. وكخطوة إضافية كما كنت أقول يعني عندما تعقد مؤتمر تحتاج إلى أن تتلقى تمويل، فهذا التمويل عندما يذهب لحساب شخص فيدخل هنا في مشاكل مع الدولة، في لأن أغلب الدول لديها قانون خاص يعني تحت مسمى قانون تبييض الأموال ومنع دعم الإرهاب، وهذه قضية عالمية في جميع البنوك. فإذا كان شخص تلقى منحة مثلا من مؤسسة ويكيميديا بحسابه الشخصي فسيدخل في مشاكل كبرى مع القانون. أما في حين وجود جمعية راعية لهذا النشاط ومرخصة من قبل الدولة فإن هذا أيضا يزيد من عطفا على أنه يجعل الأمر قانونيا، فإنه أيضا يزيد من 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 وعي الدولة لأهمية إثراء المحتوى على الإنترنت. فالحقيقة أن يعني إحنا إذا كنت أريد أن أتدرج في الوعي أين وصل، فكان وعي فردي داخل الجامعة ثم تحول إلى وعي جامعي ثقافة جامعية. الآن إذا تذهب إلى الجامعة الهاشمية ستلاحظ أن أغلب الطلاب يعني لديهم تماس مباشر مع المقالات في ويكيبيديا، لأنهم خلال دراستهم الجامعية على الأقل في 4 سنوات كتبوا مقالا واحدا. ويعني ما كنت أريد أن أشير له أن بشكل عام يعني ويكيبيديا في الترتيب 16 وفيها حوالي يعني 1.5 مليون مقال أو أكثر بقليل. لو نظرنا إلى ويكيبيديا الإنجليزية التي تحتوي على 6 مليون مقال قد نرى البون شاسع ونقول لا يمكن لنا أن نلحق بهم إطلاقا، لكن أنا أنظر للموضوع من هذه الزاوية الكمية، لكن أنا أنظر لها من زاوية نسبية. بمعنى تخيلوا معي يعني لو أن كل طالب في الجامعة كتب مقالا واحدا، لا أريد أن أقول كل يوم ولا أريد أن أقول كل شهر ولا أريد أن أقول كل سنة دراسية، بل في ال4 سنوات الدراسية لمرحلة البكالوريوس يعني في جامعة تلك الجامعة الهاشمية مثلا يوجد 30,000 طالب، فهناك 30,000 مقال يتدفق بكل سهولة. تخيلوا لو هذا المشروع أصبحت مقالتين 60,000 و90,000 و120,000، وتخيل لو ساهم هذا الأمر في كل جامعات الأردن ثم في كل جامعات الوطن العربي. وطبعا يعني العمل مع الدولة أريد أن أقول والشراكة مع الحكومة فيها تحديات. بالطبع أنت عليك أن تحافظ على حياديتك كموسوعة مستقلة، وفي نفس الوقت عليك أن تحافظ على قوانين البلد وأن تكون واقعيا. الكثير من المجموعات أو المبادرات التي حاولت أن تعمل على ويكيبيديا لم تتقدم ولم تصل للمأسسة التامة، لأنها برأيي الشخصي يعني عاشت في بيئة دعنا نقول يعني من اليوتوبيا، لا تتعامل مع الواقع بتحدياته. فأنا أسلفت الحديث عن الأمور المالية، لكن أيضا أريد الحديث عن الأمور القانونية والتجمعات. فعلى سبيل المثال إذا أردت أن تتجمع وأن تقوم بعمل تجمع مثلا لمؤتمر أو لندوة أو لغيره تحتاج إلى الحصول على موافقة من الدولة. الآن عندما يكون لديك جمعية تتسنى
لك مخاطبة جميع مؤسسات الدولة بصفة رسمية وبكتب رسمية والحصول على ردود وموافقات. وبالطبع طبعا يعني عندما تكون جمعية، طبعا أنا أريد أن أتحدث عن جمعية لدينا، الجمعية تحمل رقم وطني وتحمل شهادة ترخيص، وأيضا لديها ختم خاص بها ولديها سجلات مالية وإدارية معترف بها. ونقوم مثلا عند على سبيل المثال اذا اردنا تنظيم مؤتمر ويكي عربيه، وان شاء الله نسعى لتنظيمه في نسخه اخرى ان شاء الله في الاردن اذا تمكن بالشراكه مع المتطوعين بشكل مؤكد داخل الاردن، فاننا نقوم ببساطه بمخاطبه مديريه الثقافه، وتقوم مديريه الثقافه بمخاطبه الوزاره وتحصيل الدعم اللازم، سواء كان الدعم ماديا او كان الدعم لوجستيا او كان على سبيل مخاطبه الجهات الحكوميه لتسهيل دخول المتطوعين داخل البلد. فعلى سبيل المثال الان ويكي عربيه الجزائر، واستغل يعني من قلب الواقع يتحدث، تخيلوا معنا لو كان مثلا هناك جمعيه راعيه باسم تويد الجزائر وكانت مسجله داخل الجزائر، كان هذا ايضا سيسهل أكثر جلب دعم للمتطوعين، نعم، وجلب دعم للمتطوعين وأيضا إبراز المؤتمر على 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 وسائل الإعلام المحلية. وأشكر الزميل عادل حيث تحدث بالشات أن ليس لديه إمكانية تمويل من الخارج، هذا جيد، شكرا لطرح هذا التحدي. بالفعل في الأردن هذا الأمر أيضا موجود، حتى تقوم بتحصيل تمويل خارجي كجمعية هناك مسار قانوني يجب أن تسير فيه، وهو كالتالي: يجب قبل 60 يوم من الحصول على التمويل الخارجي أن تخاطب دولة رئيس الوزراء بتفاصيل بقيمة المبلغ وبتفاصيل صرفه ومن هي الجهة التي ستقوم بتبرع فيه. وخلال 60 يوم ما لم تحصل على رد سلبي أو لم تحصل على رد إطلاقا تعتبر هذه موافقة ضمنية. فمن ناحية لدينا في الأردن يعني القانون صحيح أن هناك تحديات وصحيح أن هناك مشاكل يعني، لكن العمل المؤسس تمشي فيه خطوة بخطوة، ويعني هناك باب وبوابة لتلقي دعم من الخارج وليس هناك في إشكالية، طالما أن الجهة التي تقدم الدعم معروفة و ليست جهة مغمورة أو لديها شبهات. فقط حببت أن أنوه يعني مثلا لو كان هذا المؤتمر مثلا حاصل عندنا في الأردن كان بإمكان مخاطبة هيئة الإعلام ومخاطبة أيضا وزارة الإعلام ومخاطبة التلفزيون الأردني مثلا لعرض هذا المؤتمر بصور رسمية. فهذه أحد أبسط الأمور. وأيضا كما قلت إعطاء التغطية القانونية، فلو كان هناك أحد المساهمين معنا أصبح له مشكل مع القانون، شخص رفع عليه قضية أو دعوة مثلا، وهناك عدد من الدعاوى أحيانا تكون يعني الأسباب اعتباطية بما يخص يعني بما يخص مثلا خلاف حول مقال، فيمكن حل هذا الإشكال طبعا بمخاطبة الجهات الرسمية بأن هذا الشخص متطوع لدينا وأن قانون الموسوعة هو كذا وكذا وكذا، لأنه كما تعرفون القضاء يحتكم للقانون المحلي، والقانون المحلي لا يأخذ بالاعتبار تفاصيل عملنا في ويكيبيديا. فإذا قمنا على طبعا كل محكمة في العالم تلجأ إلى خبراء، يعني المحكمة تنتدب خبراء ويكون الخبراء بإبداء الرأي الفني، فعندما يكون هناك بيت خبرة كهذا البيت حبذا أستاذ مصعب عن تقدم لنا ملخص، لأننا أيضا أمام تحضيرات حفل الاختتام، وبالتالي لابد أن أقدم لكم مجال لبعض الأسئلة كما وعدت أستاذ عباد، لكي في الخمس دقائق المتبقية يكون نقاش في هذا الموضوع. إذا كان لو سمحت في خلاصة مقتضبة. خلاصة مقتضبة وسريعة جدا. الآن عندما تكون يعني أنا أيضا عضو في مجموعة مستخدمين مواضيعية مثلا هي ويكيميديا ميديسن، حتى لدينا في المجموعات الأجنبية نلاحظ أن الشخص عندما ينتسب إلى المجموعة لا يجد أمامه طريقا واضحا ولا وصفا واضحا للمهام ولا عمل، وأغلب الجمعيات أو المؤسسات داخل الوطن العربي غير مسجلة، ولذلك لا تستطيع الانتفاع من 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 المنح سواء الخارجية أو حتى المنح الداخلية من الدولة، ولا تستطيع أن تصل إلى التشبيك الكامل مع كافة المؤسسات او الوصول بويكيبيديا الى 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 العالميه. يعني دائما ما تواجه بعض الصعوبات والتحديات بوجهه نظري الشخصيه، حتى تتعامل مع الواقع لابد انك تخلق البيئه المناسبه لتحسين ظروف عملك. فانا اجد ان تاسيس جمعيات وطنيه، طبعا واركز تحت بند وطنيه، وسوفي انا اقول وطنيه لان الدول عاده لا ترخص الجمعيات التي لها امتدادات خارجيه الا اذا كانت المؤسسه الام مؤسسه كبيره جدا ومثلا منبثقه عن 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 تنظيم عالم مثل الامم المتحده او قرارات مثلا جامعه الدول العربيه او ما شابه، تجد اغلب المنظمات نشات بهذه الطريقه. فانا ارى ان تاسيس جمعيات او مؤسسات غير ربحيه داخل الدول العربيه تكون غطاء قانونيا لأفرع ويكيميديا الموجودة هو خطوة أساسية في التطور، ولا أرى أي صورة إمكانية للتطور وجعل ويكيميديا ثقافة طبقية إلكترونية إلا من هذا الطريق.
أستاذ مصعب، أريد أن إذا كان في ظرف دقائق مناصفة بينك وبين أستاذ عباد، أريد أن أشير في عجالة إلى إشكالية طرحت مهمة بينك وبين الأستاذ عباد حول المحتوى في ويكي عربية. أريد أن أسأل، هل في نظرك تراجع الإنتاج على مستوى المؤسسات الجامعية والإنتاج العربي بصفة عامة نوعا ما أعاق ضخ مؤسسة أو المجتمع الويكيميدي وموسوعة ويكيبيديا بالمعرفة التي لها خصوصية وتأصيل عربي؟ بمعنى اليوم العديد من المراجعات تقول أن الويكيبيديا العربية يعني مملوءة ببعض التراجيم، ببعض الأعمال التي لا تعود إلى الخصوصية العربية. معنى، هل تراجع الإنتاج العربي في حد ذاته فكريا ومعرفيا وثقافيا وإبداعيا وابتكاريا له صلة بذلك؟ وكيف تحاول جامعة الهاشمية عندكم في الأردن أستاذ مصعب أن تتدارك هذه المسألة وتساهم في هذا الفن؟ أبدأ بأستاذ عباد وأنتهي بأستاذ مصعب. الصوت غير واضح، لا يصلنا الصوت. إذا نبدأ بمصعب ثم نعود. نعم، في وجهة نظري أخي كمال، الجامعات لديها دور أساسي في معالجة هذه المشكلة. بالتأكيد أن هناك بطبيعة الحال ضعف في الإنتاج العربي العلمي بالذات وتقادم أيضا. أغلب الكتب يعني إذا رجعنا في تأليفها تجدها بسنوات قديمة والمعلومات أصبحت حقيقة في مهب ريح. هذه المشكلة تكمن في جانبين. الجانب الأول هو أن الجامعات بإمكانها أن تقوم بنشر أبحاثها العلمية مثلاً على الأقل الخلاصة والإستاذ. عدد من الجامعات في الأردن يطلب أن تكون باللغة العربية فصيحة ومترجمة، وبالتالي هذه قد تكون بداية للعمل على طبعاً يعني إطراء المحتوى. وأيضاً داخل الجامعات هناك صناديق للبحث العلمي وصناديق للدعم الابتكار في أغلب الجامعات، وهذه الصناديق يمكن أن تستغل بصورة يعني خاصة لتمويل مشاريع يعني نخبوية يمكن من خلالها العمل على تعريب يعني أبحاث علمية يمكن أن تستخدم وتوظف في وقت لاحق لإطراء المحتوى على الفيديو. أريد أن أذكر مثالاً حقيقياً واقعياً، يعني في الجامعة الهاشمية تم دعم عملية كتابة الروايات الأدبية وأصبح ممكن بنشرها على ويكي الكتب، فشكل هذا الشيء رافداً يعني وتشجيعاً للمتطوعين بصفة عامة على أنهم يعني لن يواجهوا مشاكل مع دور النشر أو إلى آخره. وشكراً. نعم، لك الكلمة في ظرف قصير جدا لأن الأستاذ مصعب تعدى على توقيتك. السلام بسيطة، لا مشكلة. في الحقيقة ما ذكره مصعب يعني هو أيضا السؤال عن الجامعات وهو تخصص زميلنا مصعب، ولكن بشكل عام بصراحة أنا أيضا أؤمن بأنه يعني كما رأينا بصراحة بتجاربنا العمل مع الفئات أو الهيئات الأكاديمية أو المنظمات قد يكون صعب بعض الشيء، ويسعدني أن الزميل مصعب تجاوز بعض هذه التحديات. ولكن في الحقيقة أنه معظم الأشخاص مثل الهيئات التدريسية مثلا تجدهم أكثر انشغالا وأكثر أقل رغبة بعطاء بدون مقابل من فئات أخرى من الناس، لذلك بصراحة من تجربتي أنه أيضا قد يكون من الأكثر فعالية بدلا من التركيز على الأشخاص الذين يبدون المخضرمين أكثر أن نقوم باستقطاب عام للطلاب ولمجتمع الجامعات الذي فعليا أيضا يستطيع ربما بالعدد وليس بالضرورة فقط بخبرة الشخص أن يكون لديه دور شبيه بضمان جودة. شكرا لكم متابعينا، شكرا لكل من تابعنا في إطار اشغال المؤتمر العربي الخامس ويكي عربية. أدعوكم جميعا إلى غرفة الهوغار التي سيقام فيها حفل الاختتام للخروج بمخرجات المعرفية والتوصيات الاستراتيجية المستقبلية لهذا المؤتمر، ويكون من خلالها مد مشعل هذا المؤتمر إلى دولة الإمارات العام المقبل إن شاء الله. إذن أدعوكم إلى غرفة الهوغان لمواصلة أو متابعة معنا مجريات حفل الاختتام. هذا كما صلى الله يحييكم. السلام.